نحن اليوم مدعوون جميعا كصحفيين إلى أن نكون على قدر الحدث، أن نستبدل كل العبارات وكل المفردات التي كنا نستخدمها في وسائل الإعلام. نزاع، هذا احتلال، هؤلاء قتل، هؤلاء شهداء، وهذه ليست عنف متبادل، هذه مقاومة، ومقاومة مشروعة. يجب علينا أن نكون على قدرها، ونحيي من هنا كل المرابطين وكل الصحفيين الموجودين في غزة، والشهداء والمرابطين في القدس وفي غزة وبالشهداء، وحي كل الصحفيين الموجودين الحاليين الذين بسبب نقلهم لوقائع ما يجري على الأراضي الفلسطينية. نحن اليوم نحن هنا ندعم هذه المقاومة حتى نصل إلى تحرير فلسطين. الصحافة لها دور، ودور حقيقي في بناء وعي الناس. يجب علينا أن نعيد كصحفيين، وهذه دعوة لكل الصحفيين، القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية الأولى، يجب أن نعيدها إلى صدارة الصحف والإذاعات والإعلان وكل الوسائل الإعلامية. يجب أن هذه قضيتنا كمسلمين، قضيتنا كمسيحيين، قضيتنا كعرب، يجب أن تعود هذه القضية إلى الصدارة، وأن نربط كل ما يجري في المنطقة من حال التشتت وحال التشرذم إلى عدم الحل العادل لهذه القضية الفلسطينية. فلسطين ستعود، وسبعة أكتوبر هي بداية النصر. لاحظوا مدى العنفوان الذي لدى الصحفيين اليوم في تغطية هذه المناسبة. كنا نقف هنا لنلتف، اليوم نقف هنا لنحيي الشهداء، ونحيي المرابطين، ونحيي المقاومين في غزة وفي القدس وفي رام الله وفي نابلس وكل الصواف وكل المدن الفلسطينية. فلسطين عربية وستعود عربية، وشكرا لكم، تحياتي.